معانا جونة واخوها الكبير سيد اخوها الكبير سيد وبنت خالتها نوسة. مشاهدينا، وزي ما معودناكوش حلقتنا النهاردة فيها نوع مختلف من التجارب، التجارب الحياتية. معانا النهاردة نوع جديد من ال هو ده بيسموه ايه؟ تيست تست. عايزين نشوف جونة وابن خالها سيد اغلو بيقدم ايه، ونوسا قريبتهم من بعيد هي بس هي باباها الماني، وكوكي ومولتوبيلا وفي تراك. ممكن تقول لنا حازم احنا هنقيس ايه؟ طيب احنا دلوقتي هنعمل تلات اختبارات، كل اختبار وكل اختبار هنطلع منه ببوينتس. اول اختبار تيست الطعم، تاني اختبار السبريد الدهن الفرش السيحان السيلان لديانا، وثالث اختبار هو البرايس السعر للحجم للكمية، يعني برايس تو ايه؟ تو كيلومتر. انت حاسس اني هتبقى سمعت؟ انا حاسس ايه بصراحة، يعني انا حاسس ان بيتراك هتبقى، انا متحمس لدي. طيب يلا بينا، يلا بينا، let's do this. نبتدي بتراك بسيد. سيد له معزه في قلبي، وكل واحد ليه معلقه عشان الايدز. لونها غريب شويه، لونها فاتح شويه وريحتها يعني فحه كده، مش ريحتها حلوه، ريحتها جاز. يلا لا خالص، مرمله جدا. انا حاسس ان انا جبت شوكولاته من مغيره، فيها طعم سكر. سكر هو، تحس ان السكر مش دايب صح؟ انا اديها 2، اديها 1. من كام؟ من 5. من مش من 10؟ لا من 5. قصدي لا ثواني. يبقى سيد تاخد من 5 2 من 10. طب ليه طب ليه مش من 10؟ طيب ايه، مش عارف، حاسس ان 5 حلو. من 10 ممكن تلحس دي عشان حرام. لا انت ممكن ترميها هي والعلبة. نبتدي بايه؟ تف بقى هنا. انا بقول بتراك. ماشي، لا ما تخلي دي في الاخر، حاسس ان هي هتنصفنا. طيب ممكن نخش على دي. ماشي، كوكي، كل الناس كويكي. طيب هي دي ريحتها وحشه. ايه ده، مملحه ليه كده؟ هي دي من شركه الرشيدي الميزان بتاعت الحلاوه. 3 2 1 دي وحشه قوي. لا يا عم دي فعلا دي محبطه. تديها كام؟ 2 برضه. نص نص. يعني هي اوحش من سيد؟ اه والله، تخيل لو سيد فيه ريحه على الاقل. جونا ممكن، جونا ريحتها ما عجبتنيش بصراحه. اول ما تفتح ال، مش عارف انا بوريكوا دي ليه، بس اتس ساتيسفاينج. 3 2 1 حلوه. 7 4 فعلا. انت بتتكلم واحد متربي في قلب برطمان نوتيلا، فجايب له حاجه اسمها سيد. سناكس دي ايه دي؟ نوسه. نوسه نوسه بقى. ريحتها حلوه صح؟ ريحتها حلوه جدا، برودكت الماني، ده لونها قريب جدا على فكره من نول، من لون العبقريه نوتيلا. 3 2 1 نايس شغال. يعني هما مكتوب هيزل نوت سبريد، بس انا مش حاسس جواها هيزل نوت الصراحه. كل الناس يعني ايه الكلام ده؟ هيزل نوت يعني بندق يعني. اديها 6، تاني اديها 7 برضه. بتراك؟ يلا. ايه مش حرام؟ وفي ايه ريحة الملوحة دي ليه؟ دي ريحة البندق، أنا ما بحبش البندق أوي الصراحة. بسم الله. مش عارف، مش عارف احنا بنعمل ايه يعني. طعمها في البق كده قريب شوية من النوتيلا. الاحساس اللي رايح جاي ده في البق. نوسا احسن منها. 5 7 مولتوبيلا. مولتوبيلا عليها علم مصر، حاجه تخليك وانت داخل تدوقها دي مصر يا حسام. بقول لك ايه، معلقتك عليها شوكولاته وحاجات تانية. 3 2 1 حلوه. حلوه، انا فقدت الاحساس، انا عايز اجرب دي تاني كده عشان دي It was my favorite. انت خدت من انهي فتحه؟ تكسب. سبحان الله، انا كنت متشائم من العالم، ولكن مش متشائم منه الحاجه يعني طبعا.
I'm so proud ان انا مصري بس عشان ما حدش يخش يقول لك ده عميل ولا ولا كلاينت. لكن انا متشام من ايه اللي يعني دخلت حسام الوطنيه دي هتديها هتديها كام؟ 7.5. انا اديت دي 7 ودي احلى بسيكه يعني. اه بسيكه ما هي سيكه. ادي 7.5 وانا اديت دي 7 فاديني 7.5. ابوس ايديكوا رخصوها مش هنعرف نطلع بره النوتيلا والله. اختبار السيحان يس يعني التوتال. دي سكينه ودي فرشه وده سيد. نبتدي بايه يعني سيد خلاص سيد يا جماعه مات. دي جومه اه قشطه الى حد ما وانت اسمها ايه وانت بتليسها ظريفه بتاخد وتدي معاك. بصوا تاخد من 10 5. هنجيب واحد دوست كمان عشان اللي فات كناه عشان كنا مضيع ايه الحشرجه اللي عملها سيد لحد دلوقتي اثارها موجوده. وحشرجه ات مينز عارف كده دي نوسه غرز السكينه جواها في حد ذاته حلو. اه لا اه بصراحه الذي انا حلو مفيش كلام. بصوا مبيض محاره. دي كام؟ 7. كويكي الروائح بدات تطلع يا جماعه انتوا مش قاعدين معانا طبعا. لونها مريب وملمسها حتى يعني لو معلش مرمله جدا. هي في السيحان والسيلان ماشي قشطه بتروح وتيجي وظريفه وهم يعني حاطين المواد اللي هي بتخلي الدنيا ايه رشيقه جميله لطيفه رقيقه. لكن لو انت بتعمل العمليه ديت وانت ماسك الخامه ديت لا مقززه جدا. دي مولتوبيلا الشوكليت اللي هي يعني بتشجع الصناعه المصريه. عيش فاضي ريحه بتاعه كويكي دي وسيد عامله قلق. مولتوبيلا بصراحه وانت بتعمل الموضوع دوت بص وانت من اول وانت بتغرف في الشياكه بتاعت نوتيلا. ندي لا 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 تاخد بقى تاني تاخد 7.5 تاني. هنروح لبتراك اللي هي برده ريحتها اللي هي ريحتها مخلل. لا ظريف. 6 دي مولتوبيلا. مولتوبيلا تكسب في اللاديانا. دي طبعا خرجت من المنافسه سيد دونت دو ات. فدلوقتي هنتكلم عن البرايس. فين الفواتير؟ الفواتير هتاكل؟ دي 55 دي 400 دي 400 دي 400 بس ال 350 ب 35 اللي هي اغلى من دي صح. فاذا النوتيلا اقوى حاجه في العالم. ارخص حاجه تاخد على بوينتس دي طبعا اغلى حاجه فدي تاخد مثلا 2 دي تعتبر تاني اغلى واحده على فكره. 4 دي ب 28 400 جرام فدي تاخد اعلى بوينتس تاخد 8 مثلا بكام؟ 35 6 350 جرام بكام؟ 31 5 جونه احسن سعر. مولتوبيلا احسن طعم احسن سبريد. مولتوبيلا انت فاكر الارقام اللي انت اديتها لان احنا المفروض نعد. ما احنا قلنا ماشي ما احنا قلنا مولتوبيلا صح. مولتوبيلا كام بوينت؟ طيب هو عموما احنا مش يعني ما كتبناش وانا بمنتج هبقى اطلع لكم السكورز. كان في المرحوم ده هنا احنا نرجعه تاني لسبب بس عشان يعرف قد ايه هو ذليل. السكور هنحطها فوق كل واحده و احنا عارفين ان واحده كسبت. دي المنتج المصري مولتوبيلا اكسترا ناتس. بس كل اللي احنا بنعمله ده هو احسن منتج بعد النوتيلا عشان بس انا ما احبش حد مش قاعد مش موجود وما ادوش حقه. مش قادر اخونها وهي مش موجوده. مش قادر اتخيل ان انا بعمل فيها كده يا ابني. ما هي مش راجعه سايبها وقاعده تصرمح. هي مش راجعه تاني يا ابني. ليه؟ هي مش راجعه لك تاني. هترجع. لا مش راجعه. هترجع يا ابني ما تضحكش على نفسك. الإيفنت. العيش بقى يا جماعه يكسب والله العظيم 3 اقسم بالله. اقسم بالله ما ولادي اقسم بالله. ممكن تاكل دي لو سمحت. والمصحف قبل. طب اديها لمين؟ عايزين نقول مسج بقى كلها. لازم نقول مسج. طب استنى بس. خد والله ابدا اقسم بالله ابدا اقسم بالله ما ولادي برضو. لا كل انت. لا انا مش قادر والله المدرب هيموتنا. هو احنا استفدنا ايه من الفيديو ده؟ ايه؟ استفدنا ايه من الفيديو ده؟ جرب. ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله في الاخر.
فاهم؟ يخص عليا.